كتاب أسرار الجماع، الفصل الثاني. فصل في دواعي المحبة لدوام الوصال الذي أباحه رب العالمين. فكل امرئ يصبو إلى ما يميل، يصبو بمعنى يميل، وأصل ذلك وصف المحبوب وجماله وشعور المحب به، ومناسبة ذلك في العلاقة والملائمة التي بين المحب ومحبوبه. وقد يكون الجمال ناقصا، لكن هو في عين المحب كامل، فتكون قوة محبته بحسب ذلك الجمال عنده. فإن حبك للشيء يعمي ويصم، فلا يرى المحب أحدا أحسن من محبوبه. وقد يكون الجمال موفرا لكنه ناقص الشعور به، فتضعف محبته لذلك. فلو كشف له عن حقيقته لأسر قلبه. ولهذا أمر النساء بستر وجوهن على الرجال، فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان. ولهذا شرع للخاطب أن ينظر إلى محبوبته، فإنه إذا شاهد حسنها وجمالها كان ذلك أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهما. والعشق امتزاج الروح بالروحي لما بينهما من تناسب وتشاكل، فإذا امتزج الماء بالماء امتنع التخلص بعضه من بعض. ولذلك تبلغ المحبة بين الشخصين حتى يتألم أحدهما بتألم الآخر ويسقم بسقم. وأنت إذا تأملت الوجود لا تكاد تجد اثنين يتحبان إلا وبينهما مشاكلة أو اتفاق في فعل أو حال أو مقصد. والمحبة أفضلها محبة المتحبين في ذات الله عز وجل، إما في اجتهاده في العمل وإما اتفاق في أصل مذهب، ومحبة القرابة بعدها، ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب، ومحبة التصاحب والمعرفة، ومحبة لبر يضعه المرء عند أخيه، ومحبة المتحبين للسر يجتمعان عليه، ومحبة لبلوغ اللذة وقضاء الوتر، ومحبة العشق التي لا علة لها إلا بدوام الوصال. وإذا كانت المحبة من الجانبين استراح بها كل واحد من المحبين وسكن ذلك بعض ما به وعده نوعا من الوصال، قال الشاعر: فيا رب اشغلها بحبي كما بها شغلت فؤادي كي يخف الذي بي. وقالت امرأة تعاتب بعلها: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم أن يقسم الحب بيني وبينك. ثم قالت: أدعو الله الذي صرف الهوى مني إليك ومنك عني أن يبتليك بما ابتلاني أو يسل الحب مني. وقال آخر هائم في حب زوجته: وما رقدت إلا رأتني ضليعها كذلك أراها في الكرى حين أرد. فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت عنها الأبدان باللمس والملامسة طلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح، فإن البدن آلة الروح. وبهذا ركب الله سبحانه الشهوة، شهوة الجماع بين الذكر والأنثى، طلبا لمزيد من الامتزاج والاختلاط بين البدنين. ولهذا سمي جماعا وخلاطا ونكاحا وإفضاء، لأن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه. هل الجماع ولذة الوطأ تؤكد علاقة الحب؟ قال فريق: يتأكد الحب تحقيق لذة الوطء والمعاشرة الجنسية. وقال فريق آخر: الجماع يطفئ نار المحبة ولوعة الشوق ويبرد حرارتها ويسكن نفس المحب الولهان. والناس تجاه الشهوة واللذة مختلفون، فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى محبة وأمكن وأثبت مما قبل، كمن يكون بمنزلة من وصف له شيء ملائم له فأحبه، فلما ذاقه كان له أشد حبا وعليه أشد اشتياقا وتعلقا. ومعلوما أن محبة من ذاق الشيء الذي يحبه ويلائمه أقوى من محبة من لم يذقه. والمودة التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع أعظم من التي كانت قبله. والسبب أن شهوة القلب ممتزجة بلذة العين، فإن رأت العين وسمعت الأذن اشتهى القلب، فإن السمع والبصر يريدان القلب ورسول العاطفة. فإذا باشر الجسم الجسم بأن لامس بشرة الرجل بشرة المرأة وذاقها اجتمع شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة. فإذا فارق هذه الحال كان طوقا نفسه وتعلقه بها وإليها أشد وشوقه إليها أعظم، كما قيل: وأكثر ما يكون الشوق يوما
إذا دنت الديار من الديار، ولذلك يتضاعف الألم والحسرة على من رأى محبوبته وجامعها ولامسها وذاق حلاوتها، واتحد الجسم على الجسم، ودخل فرجه في فرجها، وأنزل منيه في رحمها، وامتزج بمنيها، وشم كل منهما الرائحة في الفم، فيصعب بعد ذلك ألم الفراق، فتتضاعف آلامه وحسرته في مقابلة مضاعفة لذة من عاوده. وهذا في جانب المرأة أقوى وأشد، فإنها إذا ذاقت عسيلة الرجل لا سيما أول عسيلة لم تكن تصبر عنه بعد ذلك. قال أيمن ابن خريم: يميت العتاب خلاط النساء، ويحيي اجتناب الخلاط العتابة. وقد تزوج زهير بن مسكن الفهري جارية، ولم يكن عنده ما يرضيها به، فلما أمكنته من نفسها لم ترى عنده ما ترضى به، فذهبت ولم تعد. فقال في ذلك أشعار كثيرة، منها تقول: وقد قبلتها ألف قبلة، كفاك، أما شيء لديك سوى القبل؟ فقلت لها: حب على القلب حفظه، وطول بكاء يستفيد له المقل. فقالت: لعمر الله ما لذت الفتى من الحب في قول يخالفه الفعل. فهذا دليل على أن المرأة تعشق الجماع ولا ترضى عنه بديلا، وقد يلجأ الرجل الضعيف جنسيا إلى التقبيل والضم إرضاء لرغبته، لكن ذلك يؤجج ويلهب الشهوة الكامنة عند المرأة. وهذا من الأخطاء الشائعة التي تجعل المرأة تكره زوجها إذا كان ممن يعانون من عدم الانتصاب وضعف شهوته الجنسية. وقال آخر: رأت حبي سعاد بلا جماع، فقالت: حبلنا حبل انقطاع، ولست أريد حبا ليس فيه متاع منك يدخل في متاع، فلو قبلتني ألفا وألفا لما أرضيت إلا بالجماع. إذا ما الصب لم يك ذا جماع، يرى المحبوب كالشيء المضاع، جماع الصب غاية كل أنثى، وداعي لأهل العشق داع. فسعاد رأت أن الحب لا بد له من دليل، ولا دليل أقوى من اجتماع لذة الرجل مع المرأة، وتمام اللذة حال الجماع وكمال المعاشرة. فقلت لها: وقد ولت تعالي، فإنك بعد هذا لن تراعي، وإنك لو سألت بقاء يوم خلي عن جماعك لن تطاعي. فقالت: مرحبا بفتى كريم، ولا أهلا بذي الخنع الداعي، وإذا ما البعل لم يكن ذا جماعي، يرى في البيت من سقط المتاع. وقال آخر: ولما شكوت الحب قالت: كذبتني، فكم زورة مني قصدتك خاليا، فما حل فيها من أزار للذة، فعدت وحاجة الفؤاد كما هي. وهل راحة للمرأة في ورد منهلي، ويرجع بعد الورد ظمآن صادية؟ وقال العباس ابن الأحنف: لم يصف وصل لمعشوقين لم يذقا، وصلا يجل على كل اللذذات.